السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم مدينة على كويكب. كوكب الأرض مهد الحياة في نظامنا الشمسي، وأي جسم فضائي قريب من هذا الكوكب الأزرق العملاق لا يحمل الصفات التي تؤهله ليكون مكانا بديلا للجنس البشري. على الرغم من ذلك، فقد صنع الإنسان التلسكوب والمحطات الفضائية لكي يبحث عن أشكال الحياة في الفضاء السحيق، محاولا إيجاد حياة أو مكانا بديلا يستطيع الانتقال إليه وبناء حضارة جديدة خارج الكوكب. على الرغم من الفشل المتكرر في تلك المحاولات، فإن العلماء يؤكدون وجود مواد عضوية على المريخ، وأن هناك حياة على كواكب تقع على بعد 20 سنة ضوئية، إلا أن ذلك لم يقنع كثيرا من الناس وما زال محل شك. لكن ماذا لو أنهم يبحثون في المكان الخاطئ؟ ماذا لو كان أمل العثور على مكان مناسب للعيش عليه ربما لا يكون كوكبا؟ ربما يكون جسما فضائيا هو مصدر رعب للجنس البشري، ودائما ما يحمل ما بين طياته مخاطر عظيمة على البشر، خاصة أنه فعلها من قبل وقضى على الحياة في الأرض، وهذا الجسم هو الكويكب. والكويكبات أجسام صخرية صلبة تسبح في نظامنا الشمسي، ولا تسمح لها أبعادها بالحصول على لقب كوكب في المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى أن كثيرا منها أصغر حجما من القمر. والسبب الرئيسي لدراسة تلك الكويكبات هو الخوف من اصطدامها بالأرض وتدمير الحياة عليها أو أن تصطدم بمركبة فضائية. كما أن هناك ضيفا جديدا في مجموعتنا الشمسية، وهو كويكب اكتشفه العلماء في 19 من أكتوبر عام 2017، ورصد على مسافة 30 مليون كيلومتر من الأرض. وقد أثبتت الدراسات أن الكويكب دخيل على المجرة قادم من مجرة أخرى، وقد أثار جدلا كبيرا بين العلماء، حيث أكدوا أنهم بعد التاريخ الطويل في دراسة المجرة هذه المرة الأولى التي يواجهون موقفا مثل هذا. أومواموا، هذا هو الاسم الذي أطلقه العلماء على هذا الكويكب الغامض. على الرغم من أنه تم رصد أقرب نقطة تقارب للكويكب من الشمس، فإنه ابتعد مرة أخرى وأصبحت رؤيته تتلاشى، لكن العلماء استطاعوا تحديد سرعته بالنسبة للشمس وقدروها ب 26.5 كيلومتر، بينما معدل دورانه حول نفسه كل 7.3 ساعات. وهذا يثبت أن لديه هيئة ممدودة بالنسبة لمحوره الطويل والرفيع هو بنسبة 5.1، وطول هذا الكائن غير العادي 400 متر. لكن هناك لغزا محيرا آخر حيال هذا الكويكب، نسبة بياض السطح وانعكاسها من نقطة الصفر إلى 1.1، وهي تضاهي بياض عطارد والمريخ. لكن هذا ليس كل شيء، فهناك أيضا بعض الانحراف في مساره بمقدار 1.2، وهو يجعل مدار الكويكب صغيرا جدا. وبسبب انحراف مساره اعتقد البعض أن هذا الجسم ربما يكون سفينة فضاء، لكن هذا أدى بالطبع إلى جدل كبير واعتبر ضربا من الخيال العلمي، واعتبار أن هذا الكويكب سفينة فضاء تعمل في جيش من المستعمرين الفضائيين استبعد تماما، وبدأ العلماء في دراسة أكثر حذرا لهذا الكويكب. ومع وجود هذه الصخور الكونية التي تشبه في تكوينها الأجسام الصغيرة في نظامنا الشمسي وهي مغطاة بالجليد، لذا قرر العلماء أن باطن الكويكب مكون من الجليد الغني بالمواد العضوية والمغطى بطبقة من الكربون بحجم 1.5 متر، ربما تكون غنية جدا بالبكتيريا. ويعتقد العلماء أن طبقة الكربون قد حمت الجليد من التبخر. لكن هل يمكن الحياة على الكويكب؟ ربما لا يمكن أن ننكر أن كلمة الكويكب تعني كوكبا صغيرا، وهذا الكويكب هو حجم مصغر من شكل غير منتظم مشابه جدا لكوكب المريخ. وإن كانت الحياة ممكنة على الكواكب مثل الأرض، بالتالي يمكن الحياة على كويكب. هل يمكن أن يأتي يوم ما نستطيع الحياة على الكويكبات؟ ربما يفاجئك هذا، بعض المهندسين في نيويورك يخططون لبناء ناطحة سحاب على ارتفاع 50,000 كيلومتر باستخدام مجموعة من الكابلات القوية جدا. يعتقد المهندسون أن هذه الناطحة ستكون مدينة كاملة مقسمة إلى عدة قطاعات، ستحصل على الطاقة من الألواح الشمسية والمياه من تكثيف الغيوم. وعلى حد زعمهم فإن العائق أمام هذا المشروع مشكلتان:
سيكون عليهم ترتيب كل شيء حتى لمنع السقوط من الأعلى، وكذلك إيجاد حل لمشكلة درجة الحرارة والضغط داخل البرج. يبدو الأمر مستحيلا، لكن لا يمكن أن ننكر أن كل الاختراعات المذهلة والغريبة كانت في البداية أفكارا مجنونة، وربما يأتي اليوم الذي نستطيع فيه التنقل بين الكويكبات وأن نعيش عليها بسلام. هذا كل شيء مشاهدين الأعزاء، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.